لكن خلونا عامة نعرف تفاصيل أكتر عن اليوم ده من المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقد الأسبق. صباح الورد عليك يا فندم. صباح أحمد، صباح الخير. نقول إيه، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين، والرجال القضاء بخير، والهيئة القضاء هي بخير، وإحنا دايما بنشكر معالي سيد الرئيس رئيس الجمهورية السياسة عبد الفتاح السيسي لاهتمامه وبإنجاز في كافة مجالات الحياة المصرية، وقد تناول منظومة العدالة بالتطوير منذ بداية ولايته، وقد كان من أهم الإنجازات التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة هو تمكين المرأة من العمل في القضاء في النيابة العامة ومجلس الدولة بعد فترة طويلة من العمر امتدت من الأربعينيات والمرأة تحاول أن تلتحق بهذه الهيئات بهذه الجهات. يعني تتكلم على القرارات في موضوع المرأة ده بالتفصيل. القرارات صدر قرار من توجيه، مش قرار، من توجيه من السيد الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية بمحاولة بإمكانية تمكين المرأة من العمل في النيابة العامة ومجلس الدولة، وقد استجابت الهيئات القضائية مجلس الدولة والنيابة العامة إلى ذلك، وقد تم تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وكان هذا أول مرة في تاريخ القضاء المصري امرأة تعمل في النيابة العامة ومجلس الدولة. سيادة المستشار، من وجهة نظر حضرتك، هل بتشوف انه طبعا كل سنة وحضرتك طيب وكل العاملين بالسلك القضائي بخير، حضرتك بتشوف ان يوم القضاء المصري هو تتويج لدور القضاء في مكافحة وتصدي لفترة الإخوان الإرهابية؟ يعني هل بتشوف أن هذا تتويج وتكريم لأنه القضاء لعب دور كبير جدا ورجال القضاء البواسل؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية بيعملوا في صمت، والسيد الرئيس يعلم ذلك، ودائما في محل تكريم وإجلال من جانبه لأعضاء الهيئات القضائية، وقد شرفنا أكثر من مرة بلقاء مع السيد الرئيس مرة في دار القضاء العالي، والأمس واليوم يتم حضور السيد الرئيس بمناسبة أول عيد للقضاء في أول أكتوبر، وهذا تقليد عظيم لرجال وأعضاء الهيئات القضائية أن يكون رئيس الجمهورية بينهم كل عام في يوم القضاء، وقد أصدر قرارات عديدة لتطوير القضاء ومنظومة العدالة، وسوف يشعر المواطن بهذه الإنجازات في القريب العاجل، وقد شعر بجزء منها من تطوير أجهزة المحاكم المحاكم على مستوى الجمهورية، ومحاول وتم ميكنة بعض الأجهزة وخاصة في السهم العقاري بعد المعاناة التي كان يعاني منها المواطن في مصر. دي أول مرة يعني الموضوع ده مستحدث، وأول مرة نشوف إن في قضية بتتم عن طريق مثلا فيديو كول أو كونفرنس كول. أول مرة يدخل التحديث في وزارة العدل، وزارة العدل منذ فترة طويلة لم ينالها التطوير إلا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح. ونشكر معالي الرئيس على هذا الاهتمام، ذلك أن منظومة القضاء كانت تهم من فترة طويلة وتعاني وتطلب بالتطوير حيث على تحقيق أكبر مصلحة فائدة ممكنة للمواطن المصري، خاصة في مجال الاستثمار. كان الاستثمار يخرج من مصر العربية نتيجة بطء التقابل وطول مدة التقابل، إلا أنه تم تطوير قوانين الاستثمار، إنشاء المحاكم الاقتصادية، تم إنشاء الأجهزة في المعلق في هذه المحاكم بحيث يتم تطوير القضاء وسرعة الفصل في القضاء. كذلك تم إنشاء محاكم الأسرة وتطويرها، وذلك بسرعة الفصل في قضايا الأسرة خاصة في قضايا النفقة والطلاق والعقد، ويعمل حثيثا بما وكذلك الحكومة بإنجاز عدد من التشريعات القانونية خلال هذه الفترة القادمة
نقطة مهمة جدا وفارقة يا سيادة المستشار، لأنه فعلا يعني المواطن المصري كان يعاني لفترات طويلة أن عمره بيروح أمام أبواب المحاكم، لأن الوقت التقاضي كان بيطول جدا نتيجة طبعا الضغط في أعداد القضايا أمام القضاء. ولكن فيما يخص أيضا القضاء، فيعني في توجيه من الرئيس بخصوص موضوع ازدواجية التعيين، يعني موضوع ازدواجية التعيين يعني ده كان مهم جدا لتحقيق العدالة، فحضرتك برضو يعني يا ريت توضح لنا ازاي كان بيحصل ازدواجية التعيين وايه اللي بيترتب عليه بيضر بالعدالة؟ ليس هناك ضرر بالعدالة، لما ضرر بالقاضي او عضو الهيئة القضائية. نعم. وهذا يرجع الى يعني بساطة الاعداد الكثيرة من الخريج كلية الحقوق، وكان يتم الاعلان من جانب مجلس الدولة ثم النيابة العامة ثم النيابة الإدارية ثم هيئة القضايا والقضايا. السيد الرئيس وجه بضرورة وضع قواعد عامة موحدة لكافة الهيئات القضائية لمن يتم التعيين في مجلس الدولة، لا يأخذ فرصة أخرى في النيابة العامة أو هيئة القضاء أي قضايا الدولة أو النيابة العامة، ويترك مثل ذلك إلى زميله الآخر الذي يليه في الترتيب. كذلك وضع قواعد وضوابط للتعيينات والترفيات والتوزيع الاعتمادات المواد الميزانية على الهيئات الأربعة بحيث لا يظلم أحد، بحيث يكون في مساواة بين أعضاء الهيئات القضائية، ذلك أن هناك في ازدواجية كبيرة جدا ما بين مجلس الدولة وبين باقي الهيئات القضائية. السيد الرئيس أمر بضرورة بنشكرك جدا سيادة المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقد الأسبق.